بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. نحن فلاحين وإجاويد منطقة بني مسلم. هاي المنطقة المشتهرة بزراعة التين، والحمد لله والشكر هاي المنطقة غطت كل مناطق العراق ومحافظات العراق بهذا المحصول وهاي الفاكهة المذكورة بالقرآن الكريم، والتين والزيتون وطور سينين. نحمد الله ونشكره على هذه النعمة. الشكر موصول إلى وزارة الموارد المائية وعلى رأسها معالي السيد الوزير لوقفته المشرفة اتجاه هاي المنطقة للحفاظ على هذا المحصول المبارك الذي غطى كل محافظات العراق. المنطقة الحمد لله هسه بفضل الله وبفضل الوزارة والكادر العامل في وزارة الموارد المائية في بابل موقف مشرف وعلى متابعة مستمرة بالمنطقة، ووفروا المياه الكافية إن شاء الله وداركوا ما حصل بالبداية من شحة مياه. ونحمد الله ونشكره، والشكر موصول لكم الكادر الإعلامي بالوزارة. تحياتنا لكم المزارع عباس تايه ناصر المسلماوي، محافظة بابل، قضاء الكفل.